سلام من الله عليكم متابعي قناتها التعلم. كل إنسان يقدر حريته كثيرا، لذلك نسمع أحيانا عن محاولات للهروب من السجن. لا أحد يحب أن يجلس خلف القضبان حتى لو كان يستحق ذلك، لكن هذا لا ينطبق على الإنسان فقط، فعمال حدائق الحيوانات يؤكدون لنا بأن الحيوانات أيضا تحب الحرية ومستعدة لفعل أي شيء للحصول عليها. في هذه الحلقة سنتعرف على لقطات مذهلة لحيوانات حاولت الهروب من حدائق الحيوانات. لننطلق. الأورانغوتان هو الحيوان الذي يعرف أيضا بإنسان الغابة. واحد من هذه الحيوانات عاش في حديقة حيوانات سان دييغو، حيث أطلق عليه اسم كين آلن. وعلى الرغم من أن هذا الحيوان مات منذ قرابة 20 سنة، إلا أنه أشهر حيوان في تاريخ هذه الحديقة. السبب في ذلك هو كونه محترفا في الهرب من الأقفاص، لدرجة أن الحراس هناك أطلقوا عليه أيضا اسم المتسلل صاحب الشعر. وعلى الرغم من أن كين ولد في حديقة الحيوانات، إلا أنه حاول في أكثر من مرة الهرب منها. بعد عملية الهروب الأولى أعاده الحراس إلى القفص، وقاموا بتتبع حركاته لمعرفة طريقة خروجه من هناك، لكن كين رفض أن يكرر الفعلة أمام أعينهم. بعد ذلك هرب من قفصه 3 مرات متتالية، في 13 من شهر يونيو، في 29 من شهر يوليوز، وفي 13 من شهر أغسطس من عام 1985. في كل مرة يهرب فيها كان يتجول في حديقة الحيوانات بكل هدوء ويشاهد بقية الحيوانات. لم يحاول يوما إيذاء الزوار أو حيوانا آخر، ذلك جعله مشهورا، وقد كان له نادي معجبين أيضا. الكثيرون قاموا بطباعة صورته على قمصانهم، والبعض قام بتأليف أغاني له أيضا. الذئبة فيرجينيا. جميعنا يعرف أن الذئاب تحب الحرية، وليست تلك الحيوانات التي ترضى بالعيش بين القضبان، كما أن الذئاب لا يجب أن تتسلق الأشجار والجدران، ذلك ليس من اختصاصها. لكن أنثى الذئب المسماة فيرجينيا قررت أن منطق الطبيعة لا يعنيها. هربت هذه الذئبة من حديقة لوس أنجلوس 10 مرات عن طريق تسلق الأشجار والسياج وحتى الجدران. هل تظن فيرجينيا نفسها سنجابا؟ من يعرف؟ في أحد المرات هربت من حديقة الحيوانات لمدة شهر كامل. حاول الكثيرون البحث عنها لإعادتها، لكنهم فشلوا في ذلك. لكن الأمر الغريب أن الذئبة عادت إلى الحديقة بعد 4 أيام. والأمر الأغرب من ذلك هو أن العمال عثروا عليها على إحدى الأشجار في الحديقة. الأمر غريب قليلا. النسر الذهبي. مراقبة الطيور ليست هواية عصرية، ولكن في عام 1965 تجمع حوالي 1000 شخص في أحد حدائق لندن لمراقبة نسر ذهبي. هرب هذا النسر من حديقة حيوانات لندن نحو حديقة ريجنت. تمت ملاحظته أيضا في طريق توتنهام كورت ومحطة يوستن وأيضا كامدن تاون. بعد أن عاش هذا النسر في حديقة الحيوانات لمدة 5 سنوات، نجح في الهرب ووجد طريقه نحو الحرية. وعلى الرغم من أن الخبراء كانوا متأكدين من قدرتهم على صيد النسر مجددا عندما يشعر بالجوع، إلا أن هذا النسر لم يعتبر نفسه ضيفا لديهم. حلق النسر بعيدا بقرب السفارة الأمريكية، وهناك قام بصيد بطة لتكون وجبة شهية له. لسوء الحظ فقد النسر توازنه بعد ذلك وسقطت فريسته. حاول العديد من المختصين إيجاد طريقة لإلقاء القبض عليه، وبعد 12 يوما من الحرية عاد النسر الذهبي إلى حديقة الحيوانات. لكن الأمر الجيد أن هروب النسر زاد من فضول الناس لرؤيته، وبذلك زاد عدد زوار حديقة الحيوانات 2. والجدير بالذكر أن هذه هي 2 التي يهرب فيها هذا النسر الذهبي. في 1 تطلب الإمساك به 4 أيام. البطريق رقم 337. نعم، الهرب من حدائق الحيوانات ليست هواية للحيوانات المفترسة فقط، بل أيضا لبعض الحيوانات الهادئة واللطيفة مثل البطاريق. حسنا، إذا تذكرتم تلك البطاريق من فيلم مدغاسكر فستدركون بأنه يمكنه الهرب من أي مكان. البطريق المرقم بالرقم 337 هرب من إحدى حدائق الحيوانات المائية في اليابان، وذلك في ربيع عام 2012. تجاوز هذا البطريق السياج وهرب قبل أن يتم الإمساك به. بعد هروبه أرسلت حديقة الحيوانات طاقم بحث لإيجاده. ساعد خفر السواحل الياباني أيضا في ذلك، لكن إيجاده كان أمرا صعبا. بقي البطريق حرا لمدة 2، وشهد 10 مرات يسبح في الأنهار التي تتدفق إلى خليج طوكيو. في نهاية المطاف تم الإمساك به بالقرب من أحد الشواطئ، وبعد فحصه تبين أنه حافظ على نفس وزنه.
يمكننا القول بأن الهروب لم يؤثر على صحته. كوبرا حديقة حيوان برونكس. حسناً، الحيوانات السابقة لم تكن خطيرة على الإنسان باستثناء الذئب، لكن هذه المرة الهارب هو أفعى كوبرا. الأفعى التي طولها 50 سنتيمتراً قررت الهرب في الوقت الذي لا يوجد فيه أحد لمراقبتها. عندما أعلنت الحديقة عن الخبر رسمياً، أصيب السكان المحليون بالذعر. لم يكن أحد يعرف إلى أين ذهبت. من الممكن أن تكون في أي مكان، وذلك أمر مرعب حقاً. ولكن رغم كل تلك المخاوف، حاول المختصون أن يطمئنوا الجمهور. كانوا واثقين من أن الأفعى ستختبئ في مكان قريب داخل الحديقة. وتبين أنهم على حق. بعد 6 أيام، تبين أن الكوبرا تختبئ على بعد 30 متراً من الصندوق الذي هربت منه. كانت نائمة في أحد الزوايا وهادئة تماماً. لم تجد الأفعى مكاناً يناسبها مثل المكان الذي كانت فيه، حيث كان العمال يحرصون على راحتها ويوفرون لها كل الظروف الملائمة من إضاءة وتدفئة وتغذية. وبفضل هؤلاء العمال المحترفين، تمت إعادة الكوبرا إلى مكانها مجدداً، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى. الباندا الحمراء راستي. يمكن القول بأن الباندا الحمراء من ألطف الكائنات في العالم، وهي كائنات ذكية أيضاً، ذكية لدرجة أنها قادرة على التخطيط للهرب. في عام 2013 حاول راستي الهرب من حديقة حيوانات واشنطن. شاهده العمال في المساء أثناء التنظيف، لكن في الصباح لم يكن موجوداً في مكانه، كما أن طريقة هروب راستي بقيت لغزاً. لم يكن الناس خائفين على الحيوان، لكنهم كانوا خائفين عليه. قد يتعرض لمكروه في الخارج أو أن يصطاده أحدهم. يمكن أن يعجب أحد بهذا الحيوان اللطيف ويقرر الاحتفاظ به لنفسه. إضافة إلى ذلك، لن يتمكن راستي من العثور على الطعام في الخارج، كما أن مناخ واشنطن لن يلائمه. لكن لا تخافوا، هذه القصة انتهت بشكل جيد. تم العثور على راستي في مكان قريب، وتمت إعادته إلى الحديقة. طائر الفلامينغو رقم 492. هذا الطائر برفقة صديقه رقم 347 هرب من حديقة حيوانات كانساس في عام 2005. تم إحضار الطائر رقم 492 من تنزانيا، حيث تم نقله إلى جنوب إفريقيا، وبعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من أن أجنحة الطيور في حديقة الحيوانات تكون مقطوعة الريش كي لا تستطيع الطيران، إلا أن هذين الطائرين نجحا في الهرب، ولم يمكث الصديقان طويلا في مكان واحد. بعد أشهر قليلة غادر المقاطعة تماما، وبمرور الوقت وجد العلماء الذين تتبعوا الطائرين بأن رقم 347 قد مات، وفي ذلك الوقت وجد 492 صديقا جديدا. أثبتت هذه الطيور أنها عنيدة للغاية. آخر مرة شهد فيها الفلامينغو رقم 492 كانت سنة 2018، أي بعد 13 سنة من الهروب. اليوم يستقر في مقاطعة تكساس. وبما أن هذه الطيور يمكن أن تعيش لمدة 40 سنة، فإننا سنسمع عنه أخبارا كثيرة في المستقبل. غرار العسل كاكا. في عام 2010 اكتشف عمال حديقة حيوانات براغ بأن غرار العسل المسمى كاكا هرب. وضع العمال فرضية أنه هرب عبر حفر نفق. وإذا كنتم تتساءلون الآن كيف فعل ذلك، فأنتم لا تعرفون ما يمكن لغرار العسل فعله. يعتبر هذا الحيوان من أقوى الحيوانات في العالم وأشجعها. يمكنه أن يواجه أخطر الأفاعي، لا تخيفه الأسود، ودائما يفعل ما يريد. كما أن هذه الحيوانات ذكية أيضا. لا تتفاجأوا، لكن الحيوان لم يهرب عن طريق الأنفاق، بل إنه استعمل بعض الوسائل الموجودة في المكان المخصص له لبناء سلم والهرب. بذل عمال حديقة الحيوانات الكثير من المجهودات للعثور عليه وإعادته، لكن لم ينجح أحد في ذلك. لا نعلم كيف انتهت هذه القصة، لكننا نرجو أن يكون غرار العسل بخير. وأخيرا، ملك الغابة. تخيل أنك أو أنك سيدة مسنة تعيش في قرية بلفاس في شمال أيرلندا، وفي صباح يوم مشمس تنظر من النافذة وترى أسدا في حديقة البيت. نعم، إنه أسد حقيقي ضخم. حدثت هذه القصة سنة 1977. هرب أسد من سيرك محلي قريب، ولسبب ما اختار حديقة منزل السيدة لتكون مأوى له. أصيبت السيدة بصدمة بمجرد رؤيته وأغمي عليها. بعد إبلاغ المختصين تمكنوا من استدراج الحيوان المفترس بعيدا عن المنزل، وبخطة محكمة نجح العمال المدربون في الإمساك بالأسد وإعادته إلى قفصه. عاد الأسد إلى السيرك، وتعافت المرأة من الصدمة التي أصابتها بسبب ذلك المشهد المخيف.
إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.